طراز الشباب وقتها ضد السيابي والاجتماع التحضيري للمكتب الرابطة. اليوم معنا مراد القداح الناطق باسم الهيئة نتاع جي اس كان، ناخذ من عنده أكثر تفاصيل. مراد أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا كل مستمعي ذات إكسبريس أف إم. موضوع الاحتراز ما حاب أشوفه، كل يوم تطورات. أو نحن تو سمعنا بحاجة أخرى، معناها اجتماع تحضيري، معناها الرابطة وليت معناها تحم في اجتماعات تحضيرية باش تصدر قرارات نتاعها. هو الموضوع هذا رانا سمعنا فيه برشا عجيب وغريب. سامحني ما كانش عندكم عدد اليوم، معناها الأربعة نحن بيدنا تفاجأنا كهيئة مديرة أنه الرابطة عقدت الاجتماع نتاعها باش تنظر في الاحتراز على أساس أنه كان نهار الجمعة. معناها برشا ما فهمتش علاش معناها التذبذب هذا اللي ما كانش عندك الرابطة اللي خلينا نحن بيدنا نخافوا معناها على حق الشبيبة. إن شاء الله نقولوا تنصفنا معناها الرابطة باش على الأقل في الآخر بكل نقولوا رانا صبرنا معناها وخذينا حقنا. ما كانش عندكم علم أنه اجتماع تحضيري سي مراد؟ والله ما عندنا حتى فكرة عليه الاجتماع التحضيري. سمعنا اليوم معناها كما سمعت الحبايب الكل اللي هو فما اجتماع شعقد الرابطة ماضي ساعة، وكنا مستبعدينه باعتبار ولو أنه هي جامعة تنظم كأس تونس، فهمتني؟ لكن كنا مستبعدين انه يتم معناها اجتماع نتاع الرابطه نهار اجراء مباريات نتاع كاس تونس. ما عندوش علاقه بالرابطه. نعرف ما عندوش حتى علاقه، لكن توا هي كلها كوره معناها. ظهر لي كانوا نقولوا شي يمشيوا يتفرجوا في اللقاءات. عندكم فكره الاسباب نتاع الاجتماع هذا ولا لا؟ هذا اجتماع تحضيري، معناها انت بيت قلت لي هو اجتماع تحضيري، ما سمعناش قبل باجتماعات من نوع هذا اللي هي اجتماعات تحضيريه. باش نقول لك علاش، انت عندك سبب علاش ولا اجتماع تحضيري؟ قالوا باش يطلعوا على التقارير وفما تجريح في سي محمد العربي هذا اللي هو هذا هو عنده انتماء. شوف نحن ذلك سي محمد العربي نقول له كل احترام، نحن سي محمد العربي العباد كلها تعرف اللي هو معناها كبيست، فهمتني؟ كان من الاولى او من الاجدى انه الجامعه تتعهد معناها مباشره بالموضوع هذا كما صار في لقاءات اخرى. هي نذكر على سبيل المثال ماتش قفزه وماتش بن قردان اللي تعهدت به الجامعه، فهمتني؟ التاخير هذا كله والله لنا فاهمين علاش، لا هو في مصلحه جي اس كا، لا هو في مصلحه السيابي، ولا هو في مصلحه البطوله التونسيه، معناها بالرابطات الزوز نتاعها المحترفه الاولى والمحترفه الثانيه، خاطر السيناريو كل تو موجودين. اليوم كان الشبيبه تخسر معناها الاحتراز الفني نتاعها، رانا مش نكتفوا دينا، رانا نواصلوا نمشوا للتاس. والقرار نتاع التاس بطبيعة الحال يكون عنده تأثير كبير على معناها سير البطولة الوطنية الأولى والثانية. التأخير هذا يكون عنده تأثير كبير على عقود اللاعبين. اليوم فما لاعبين معناها حتى في فريق النادي الرياضي البنزرتي اللي سمعنا اليوم عملوا معناها عقود مع فرق خارج تونس. بالحق راه والله صدقني الموضوع ما يستحقش اكثر من هكا. نحن فما احتراز فني تم تسجيله على ورقه المقابله، كان من الاجدى كما قلنا من الاول انه تتوخر للدرنيير جورني ويتم نظر في الاحتراز الفني ويقولوا لنا ما عندكمش حق والا عندكم حق وقتها، معناها نفهم وراسنا من ساقينا. تلعبت الدرنيير جورني، هاو نهار الثلاثاء اش ننظروا، هاو نهار الجمعه، هاو اليوم اجتماع تحضيري. ان شاء الله كما نقولوا نحن شان ربي ينور لنا حقنا وكهو. انت تقول لي هاو باش ننظروا نهار الثلاثاء نهار الجمعه، عندكم معلومات رسميه اللي قالوا لكم باش ننظروا نهار الثلاثاء والجمعه؟ خاطر فقط مجرد كلام معناها ما فماش اخبار رسميه معناها. هو شوف هو توت فاسون الرابطه كي تجتمع راهي ما تشاورش الجمعيات. وهذا معروف معناها، هي ما ترسلش معناها الجمعيه وتقول لها راهو عندي اجتماع. بقى نعرفوا نحن ليزيكو يوصلوا انه مثلا نهار الثلاثاء اجتمعت الرابطه. او كيما اليوم باغ اكزومبل سمعنا عبر معناها الطرق نتاعنا والعباد كلها سمعت اللي الرابطه اليوم باش تجتمع، معناها ماهوش الرابطه تبع صوت راس الجمعيات المعنيه معناها باتخاذ قراراتها في نهارتها وتقول لها راهو عندي اجتماع، فهمتني؟ واليوم تاكدنا معناها اليوم مثلا كي سمعنا نحن ال11 نجم نقول لك لا يا خويا راهو سمعنا كلام ومش صحيح، هاو ثبت اخويا بالكشف اللي هي سمعت اليوم ماضي ساعه والمضمون نتاع الاجتماع ونعرفوا شنو هو. مازال متواصل حتى توا هو الاجتماع؟ هو على ما اعتقد مازال متواصل. مازال متواصل. مازلنا ما خليناش المعلومه ساهه. هما دوبا هما قبل ما يخرجوا حتى من الاجتماع تو نعرفوا القرارات، خاطر ما يتخبى شيء في معناها في الرابطه وما يتخبى شيء في الجامعه وما يتخبى شيء معناها في اي هيكل من الهياكل الرياضيه الموجوده في قاهره. ما فماش حتى قرارات سي مراد. نورمالمون باش يتم التجريح السيد محمد العربي باش يجرح في نفسه، دونك باش يخرج من الموضوع، ونهار نورمالمون نهار الجمعه باش يكون معناتها ديسيزيون ان شاء الله.
نعاود نسألك نفس السؤال، شكون قال لك نهار الجمعة؟ من المفروض يكون هكذا. تقول أنت من المفروض ينجموا غدوة يجتمعوا. فهمتني شنو القصد؟ معناها الراب ترى ماهوش إشكال. هما يلموا بعضهم ويجتمعوا. لا لا صحيح، حتى نهار الجمعة باش يكون اجتماع إن شاء الله، هذه معلومات مؤكدة معناها مش تخمينات ولا حاجة. إن شاء الله خويا إن شاء الله، نحن توا المعلومات كنا متأكدين منها أنه الاجتماع نهار الجمعة. صار اليوم الاجتماع هذا أونتر كيومي معناها التحضيري. إن شاء الله كما قلت أنا ربي ينور لنا حقنا. علاش تحبوا المكتب الجامعي يتعهد بملف؟ شنو الفرق معناها؟ نحن والله نحن شنو الفرق هو نحن ماشيين نحبوا نسرعوا في الإجراءات. راك تعرف أنه إذا الرابطة اليوم تاخذ قرار في الملف هذايا شنو تعبيه لجنة الاستئناف اللي هي معناها درجة ثانية من درجات التقاضي موجودة في تونس، إذا ما خديناش حقنا شنو تعبيه للتاس، وهذا كله كما قلت لك راهو على حساب جمعية زوز جمعيات على حساب البطولة المحترفة الأولى والمحترفة الثانية. ما أنا والله شوف أنا التخمين ممكن اللي ممكن كنت ماشي فيه تمشي أنه الرابطة عملت أنه في الدرنيير جورني اللي تلعبت شبيبة معناها شتهبط إيديها باعتبار تقول لك تو تجي النتائج وراه تو ممكن الشبيبه تنهزم على ارضيه ميدانها قدام ترجي ويوفى الموضوع هذا ويتتفن. بقى بالزهر معناها النتائج اللي صارت معناها نهار اخر جوله خليت مربوطه تنهزم وحمام لنف تنهزم وشبيبه تعمل تعادل، يخلي انه الشبيبه النقطه اللي كانت تجيبها من حمد البصيري هي اللي تنجم تمنحها. وممكن زيت صار التاجيل هذا على اساس كانت فما معناها نيه باش يخليه 16 نيكيب وما فما حتى جمعية باش تنزل للرابطة المحترفة الثانية. يقول قائد سيمولاد يقول قائد سيمولاد باكش تحبوا المكتب الجامعي يتعاهد بالملف خاطر ان موجودها السيد حامد المغربي اللي هو واحد من حباء الجي اس كا المعروفين معناها واللي هو نافذ في المكتب الجامعي، ولا ما عندوش علاقة؟ والله لا والله شوف انا بالنسبة لي حتى مع الاستاذ حامد المغربي نحن توا كيما قلت انت معناها هو موجود بحثين معناها في القروين لقاو موجود، الاستاذ حامد المغربي كان موقف واضح من الاول بكل فهمتني على اساس انه الرابطة تعهد بالموضوع واحد وكل شيء. اليوم كان شي جرح زادة سي محمد العربي في روحه باعتباره هو كبيس، ونحن رانا ما طلبناوش الشيء هذا اونتر بارونتيز، نحن رانا ما طلبناش معناها نحن كانت عندنا ثقه انه مكتب رابطه محايد ينظر للزوز في رق معناها على قدر المساواه معناها على نفس الميزان. اليوم الاستاذ حمد المغربي نصور حتى كان موجود في المكتب الجامعي شي التزم معناها الحياد ونعرفوه، معناها الشبيبه راهي مش اول مره تتظلم ومشي اول مره معناها يكون موجود فيها الاستاذ حمد المغربي، وربحنا وخسرنا معناها دي زافير سواء مع لاعبين ولا مع معناها فرق اخرى. الغايه من انه المكتب الجامعي يتعهد بالموضوع انه نزيدوا نربحوا درجه من درجات التقاضي في اخر وقت، معناها باش ما نزيدوش نحن نستنفوا لا اكثر لا اقل، باش على الاقل كما قلت لك اللي هو كل التاخير راهو بمضره الزوز فرق بمضره معناها زوز بطولات سواء المحترفه الاولى ولا المحترفه الثانيه. معناها ما فهمناش نحن ما عندناش حتى شك في نزاهه سي محمد العربي رئيس الرابطه كيف كيف زاد سورتو مش النزاهه سورتو الحياد راه فهمتني كيما زاد ما عندناش شك في الحياد نتاع الاستاذ حمد المغربي على مستوى المكتب الجامعي. تقصد معناها تمشي طول التاس معناها بعد الجامعه تمشي طول التاس معناها ما تقعدش بعد الجامعه تولي تمشي طول التاس. دونك حبينا نربحوا وما شويه وقت اللي خسرناه ونحن نستناو في القرار نتاع الرابطه شو يزر اليوم في غدوه في اليوم في غدوه ان شاء الله القرار هذا يزر في اقرب وقت ممكن، واللي عنده حق ياخذه واللي معناه يرى انه القرار نتاع مكتب الرابطه ماهوش في محله عليه كان يتوجه توا معناها للدرجه الثانيه نتاع التقاضي ويمشي للتاس ومعناها سواء الشبيب الرياضي القيروانيه والنادي الرياضي البنغرتي. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك سي مراد. شكرا. كان هذا معنا مراد القداح الناطق باسم الهيئه نتاع الشبيبه الرياضيه القيروانيه بخصوص الاحتراز الخاص بمقابله السي ابي. هكا نوصلوا لنهاية فير بلاي اليوم، شكرا فدوى دريدي في الاعداد، احمد بالخوجة في الاخراج، ادم اللي امن لكم اللايف ستريمينج على الباج فيسبوك نتاعنا. غدوة الموعد مع انيس السحباني ان شاء الله في نفس التوقيت من ساعتين حتى المرة 3:30. اجمل تحية اسلام المدرب.